استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يضم كل من السيد جيرار بترنيه المفوض الإقليمي للجنة ونائبه السيد مؤيد فلاجي. وأشاد معاليه في مستهل اللقاء بالمساعي الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية على الدوام للتعاون مع جميع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار من الشفافية والنزاهة بما يحفظ حقوق الإنسان وكرامته وسلامته وفقا للمعايير الدولية. وأطلع معالي الوزير وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ما تشهده البحرين من حراك سياسي فاعل يجسده انطلاق حوار التوافق الوطني بمبادرة ملكية رائدة، فضلا عن تشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضم في عضويتها نخبة من الخبراء الدوليين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على الصعيد الدولي في مجالات القانون الدولي الإنساني. وأضاف معاليه أن الشرطة البحرينية ملتزمة في إطار جهودها لحفظ الأمن والاستقرار بتطبيق المعايير الدولية التي تحكم التعامل مع الموقوفين والمحكومين والتي تتماشى في مجملها مع الضمانات التي يكفلها الدستور والقانون والتي نحرص على الالتزام بها والتأكيد على منهج الوزارة في احترام مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليه باعتبارها من الركائز المحورية التي يلتزم بها جميع منتسبي الوزارة، مع التأكيد على المحاسبة على أي مخالفات أو تجاوزات. وقد جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تدعيم آليات وتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين واللجنة الدولية للصليب الأحمر بما من شأنه تفعيل المواثيق الدولية وتطوير آليات العمل المشترك، خصوصا مع ما تبديه المملكة من التزام كامل وتطبيق واضح لمعايير حقوق الإنسان استكمالا لمذكرة التفاهم التي سبق إبرامها بين الجانبين في عام 1996 ميلادية، والتي اشتملت على المساعدة في تنظيم مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف وإعداد برامج تدريبية للعاملين فيها، بالإضافة إلى المساعدة في تطوير برامج المعاملة العقابية. من جهته أعرب المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر جيرار بيتونيه عن اعتزازه لتلبية الدعوة التي تم توجيهها للجنة لزيارة مملكة البحرين، مشيرا إلى التعاون الإيجابي بين اللجنة ووزارة الداخلية والزيارات الناجحة التي تمت سابقا في هذا الإطار، كما أبدى ارتياحه لما أبدته الوزارة من استعداد طيب لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين.